عشان كده بيبقى مهم النموذج او تجارب المرأة المصرية تشوفها قدام عينيها فتكون ملهمة. فلو كلام المعالي السفيرة على المستوى الشخصي، تجربتك، بدايتك، التحديات، عملتي ايه، الأسرة، المجتمع، كلمينا اكتر. هو يعني انا اقدر اقول انا شخصيا دايما بضحك بقول احنا نتاج اسر، وانا 100% نتاج الاسره بتاعتنا. يعني انا والدي ووالدتي الاثنين محامين، والدي كان اصغر عضو في مجلس الامه، فبيتنا كان عباره عن قانون وسياسه. فانا طلعت قانون وسياسه. صحيح. فكره الاسره هامه للغايه، بالذات في دعم السيدات والفتيات في العلم من بدايتهم وهم صغيرين. بالضبط. انا ثالث جيل نساء عاملات. انا جدتي واحده من اول 12 بنت يروحوا ياخدوا جامعه من انجلترا قبل ان يسمح للفتيات المصريات الالتحاق بالجامعه المصريه. ده جده حضرتك؟ والدتي من بدري واشتغلت لما رجعت. وعاشت عمرها بتشتغل. زمان كانت الستات ما بتشتغلش غير في دار المعارف، اشتغلت في دار المعارف اللي هي سوري اللي هي وزاره المعارف اللي هي وزاره التعليم دلوقتي. ده المنهاج اللي كان عندنا في بيتنا. وانا والدي كان تقدمي جدا فيما يتعلق بعمل المراه، وجدي كذلك. فبالتالي احنا ما فيش حد لف. يعني انا جدتي كانت بتشتغل، والدتي وعماتي وخالاتي كله كان بيشتغل، مش حد بيقعد في البيت. فاحنا بالتالي النموذج البيئه اللي حواليك النموذج كله كده. وده لا يقلل من شأن المرأة التي تريد عدم العمل. يعني أكيد ده مهمة ومسألة تانية كمان. أنا شايف إن ده اختيار مفهوم. لكن إحنا كان عندنا في بيتنا ده العادي. يعني مكتبتنا في البيت كانت سياسة وكانت قانون. فانتهيت إن أنا بعد الدراسة أنا اللي قررت أدخل كلية الحقوق. على الرغم إن أنا كنت جايبة وقتها مجموعة عالي قوي، فحتى والدي الله يرحمه كان يقول لي أنت متأكدة مش عايزة سياسة اقتصاد، مش عايزة إعلام؟ قول لا هاخد حقوق. وحتى يعني كان ورقه التنسيق بتاعتي مضحكه جدا. كل حقوق على مستوى جمهوريه مصر العربيه، وبعدين بقى كل الكليات اللي هي بيعتبروها كليات القمه. خلصت. وانا كنت هدفي من دخول كليه الحقوق ان انا عايزه ادخل الخارجيه المصريه. اهم حاجه يبقى في هدف واضح قدامي. انا كنت عايزه ادخل الخارجيه المصريه وانا عندي 12 سنه. 12 سنه ومفيش حد من عيلتنا خارجيه. انا كنت اول واحده من عيلتنا ادخل وزاره الخارجيه المصريه. لسبب ان انا يعني تقدري حضرتك تقولي ان انا كنت مفتونه بالفكره، امزج القانون بالسياسه وامثل بلدي بشكل مشرف.